بختام الجولة إلى رؤساء الحكومة، كانت أكيد مجيء إلى دولة الرئيس تمام الاستسلام كان ختامها مسك. جيت على بيت بيروتي، بيت لبناني، بيت صائب بيك سلام. تمام بيك شو ما حكينا عنه ما فينا نوفيه بالكلام، لأنه هو الوفاء والصدق. ودولة الرئيس هالأيام الوفاء والصدق صفات نادرة نلاقيها بالأشخاص. دولة الرئيس تمام بيك تحمل وصبر، يمكن كتير ناس ما بتقدر تتحمل اللي تحمله دولة الرئيس، ولكن صبر عشان اللبنانيين بمرحلة كتير خطرة وكتير مهمة في تاريخ لبنان. ولكن هذه الصفات الصبر واللي عنده إياها دولة الرئيس أنقذت هذا البلد، واللبنانيين كلهم مجتمعين لازم يشكروا لدولة الرئيس. وأنا بقول لك دولة الرئيس مني أنا بشكرك على صبرك وعلى وبقدر حكمتك وبقدر طريقة التعامل اللي تعاملتها مع الجميع، وبقول لك شكرا وألف شكر لك يا دولة الرئيس. شكرا. أنا إذا بصر لي أقول بهالمناسبة كلمة، بقول صفحة انطوت وصفحة فتحت، وأمل كبير بأنه الوطن ياخذ اللي بيستحقه. وبعتقد من أبرز ما يستحق الوطن وأبرز ما يستحق اللبنانيين هي قيادة شابة واعية ومسؤولة مثل قيادة الرئيس سعد الحريري. بتمنى له كل التوفيق من قلبي، كما بعتقد اليوم كل اللبنانيين عم يتمنوا له هالتوفيق، خصوصا أنه الخطوة اللي قام فيها أكدت عن أنه هالوطن ما بيخلى من رجال وما بيخلى من أصحاب الوفاء له الوطن ولا مسيرة هالوطن اللي هو أيضا مؤتمن عليها من إرث كبير. كانت فرصة للبنان في ظله بأنه يشهد نمو وتقدم وازدهار. رحم الله الرئيس رفيق الحريري وثبت خطى صاحب الأمانة سعد الحريري.